مرحبا بكم بحلقة جديدة من تحدي الأبطال على تلفزيون الآن، أول برنامج بالوطن العربي لبطولات ألعاب وتحدي الرياضة الإلكترونية. حلقة جديدة من الحماس والتحديات الجديدة وأسماء رابحين جدد بالتحديات. اليوم الجو حماس لدرجة أنه رح نعمل تحدي أنا وليد. جاهز يا وليد ولا؟ جاهز. خلنا نشوف. اليوم اخترت لك لعبة كل وقتي تقريبا عليها، وهي على الموبايل، اسمها Fun Run 4. لسوء حظك بعرفها اللعبة وبلعبها، وحنتحدى هلا حنشوف مين حيفوز. اوكي، اهم شيء ثقة في النفس يا وليد. ماشي. يلا ليتس جو. بدينا بشخصياتنا. ام ريدي. هو اللعبة هذه عبارة على قطط ممكن؟ دب هذا ولا قط؟ اوكي. هذا من اولها على اساس برو. لا مش مهم الشخصية. ويبدا السباق. يلا انا اي واحدة. شفتوني انا اول واحدة، وبش نكمل اول واحدة للاخر شيء. رن 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 رن. اوكي، هيدم المكعبات ناخذ منهم تراب ولا مصايب، لو حد سبقني نضربه. انا فوكس لدرجه اني مش حرد عليك. مختفي صوت وليد من الخوف. وينك؟ مش شايفتك لعبه كامله. هذا انت اللي ورايا. اعطيتني ساقه ودخلت فيها. يس. لا، لاعب محترف ما شاء الله عليك. لا ايش في كل كل مره يضربني ويشارك معايا الضربه. اهم شيء المشاركه عندك. لا لا لا، الكل فاتني، كنت اول واحده. ايش صار؟ لحظه. المهم في النتيجه اللي يصير في السباق عادي، نفقدوش الامل. I won number one. او باي ذا واي، بالصدفه عادي يصير صدفه في الالعاب هذم، وممكن اتجاوز الموضوع. الليزر كان قوي بزياده يمكن. ممكن. المهم اخر مره نلعب معك. باي. كلنا بنحب التكنولوجيا وبنحب نعرف اخر الاخبار وشو الجديد. وكما عارفين، مصدرنا الوحيد بعالم التكنولوجيا هو ذا وان اند اونلي مستر تك. خليكم معنا باش نشوفوا شنو هي اخر اخبار التكنولوجيا. I don't know how to stop. I just go till I drop. Whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me? Cool, not intelligent. Cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me. Put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady. Look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy. I'll put you in a grid 6 feet like Kenny. نقول فري فاير هي مش مثل ببجي، فهي ما بدها فلاج شيب، تليفونات كثير قويه كرمال تقدروا تلعبوا فيها، ولهذا السبب فري فاير هي بالمركز الاول. بعد ما كان عندنا خبر الحلقه الماضيه عن نظارات ابل للواقع المعزز، هلا الخبر عندنا اياه مع شركه لينوفو
لللابتوبات، وهالمرة مش عم نحكي عن لابتوب خارق صاروخ للألعاب، ولكن عم نحكي عن لابتوب من لينوفو ترانسبيرنت شفاف، رح نشوفه بـ MWC هيك التسريبات بتقول. كاميرا تحدي الأبطال رح تكون موجودة، مستر تاك رح يكون موجود ببرشلونة مع تلفزيون آن كرمال يشوف إذا هذا الخبر صحيح أو لا. خبرنا الأخير مخيف، ومن سنة كنا عم نشتغل على فيديوهات للاي اي، هيدي السنة مع صورة اتغيرت كليا. اوبن اي اي بفيديوهات، اذا انا مش قايلكن عنها انه هيدي معمولة عن طريق الاي اي، ما فيكو تعرفوا وما فيكو تقرروا انه هيدا اذا حقيقي او لا. 60 ثانية الفيديو عبارة عن فكرة بلشت من قبل، voice to video، مجرد ما تقول اي كلام للاي اي رح يعمل لك هذا الكلام بفيديو خرافي. شوف الفيديو هذا. رح نعيد سؤال الأسبوع الماضي، بما أنه العديد منكم ما قدروش أنه يشاركوا معنا، فنرجع ونذكروكم. السؤال هو: أي من الشخصيات التالية كانت في الشخصية الرئيسية مهنة سباك؟ هل هو ماريو أو سونيك أو ماستر شيف؟ فرصة جديدة للي ما قدروا يجاوبوا الحلقة الماضية، رح تقدروا تجاوبوا هالمرة عن السؤال عن طريق التسجيل عبر QR كود اللي ظاهر على الشاشة لفرصة ربح $1,000 كاش. الفقرة القادمة مليئة بالحماس، وكالعادة التعليق المميز من مودي على المعارك الطاحنة بلعبة فري فاير. حتى بك المشتركين كانوا مميزين واللعب كان احترافي، رح نخليكم مع الجيم بلاي المميز من تحديات لعبة فري فاير مع تعليق مودي. أعطنتك اللعبة بأن تتكلم، فمن سيتكلم بلغة الكلات ومن سيتكلم بلغة المفردات؟ نعم مشاهدينا الكرام، يضرب الأولى، الضرب يستمر، ريلاكس يحضر ويضرب بأول كلاية، وبالفيزون لتتألم العيون، واحدة بالفيزون ولكن المافسين يضرب الناس مرة ثانية بالفيزون. الله الله الله، كل الصيف والكفر عالمي يدخل بالبربر بصورة، خلص الحكاية واحد ضد واحد، يا سلام بالتو جول بالتو جول عمر فول. لا 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 مش ممكن مش ممكن، بدلتوا السيناريو. لا 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 مش فول بالتو جول، بس شوف اللي قلت عليه حصل، اللي قلت عليه حصل، ان الكينج هيضرب من بعيد ويخلص الحكاية وخدها وخدها الحكاية بالتلتة تبتة يا لو، لكن صح نفسه تانية هيعملي عمار مرة تانية في توريكس، يضرب من بعيد بالتو جول خلص يا ولد. هي هي على كل الماكس تيفين حصل في فايتات، شفت في كلات اوخو عالجرينادة مميزة، عالجرينادة خلص وبالدمج راس فرة، اضرب هاد اللمسة الأخيرة، اضرب هاد اللقطة الأخيرة في ضربة في لمسة، لو جابك لا باين عليها هتكون، باين عليها هتكون الختام. اسلوب اللعب والسرعة وطريقة المروعة، حمل بالشحن العنيف ولكن يا ترى هتعملها ولا ايه؟ بص شوف اللعب باقي موجود خلص فوله، يا سلام يا سلام يا سلام، اربع كيلو ولكن ده فوله. لا 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 مش موجود، هو موجود موجود. يا الله الصوت راح خلاص مع هوكا بلا مزاد، هوكا الصوت خلاص انا اصاب خلاص يا هون يا ترابون هوك بويا 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 بويا. هيا هيا بويا بويا، لمسة لمسة ضربة الشارجر كم عبود مرة تانية هون هون يضرب. يا الله يا الله يا الله
جيم بلاي صراحه نار، وفعلا بيكي كان يعني جيمرز محترفين واستمتعنا باللعب يعني. بس يكون الجيمر محترف وعارف شو عم يلعب وعارف الاشتراك اللي مشترك فيه بالتحدي وواثق انه حيفوز، حيكون لعب مميز وممتع انه الواحد يتفرج عليه صراحه. والله اني فخوره بكم وبادائكم. لكن في نهايه كل تحدي عندنا ثلاثه فايزين اللي هم استحقوا التحدي وامتعونا بمشاهدتهم. رح نخبركم مين هم من نجوم حلقه اليوم من تحدي الابطال. الفائزين بالمرتبة الثالثة بجائزة بقيمة $200 رضا NTRCSA، والمرتبة الثانية ب $300 زكريا، أما المرتبة الأولى بجائزة $500 لهوك إكس 3 نايتس. وأبطالنا لهالأسبوع اللعبة Call of Duty موبايل هم بالمرتبة الثالثة والفائز ب $200 مايكرو إي آر، المرتبة الثانية والمتحصل على $300 إيس ديفايس، وأما المرتبة الأولى واللي تحصل على $500 تي إف إس جوست. نرجع منذكر بالسؤال اللي العديد ما قدروا يشاركوا بالحلقة الماضية، أي من الشخصيات التالية كانت فيها الشخصية الرئيسية مهنته سباك أو سام كاري؟ الخيار الأول ماريو، 2 سونيك، 3 ماستر تشيف. بخصوص التحديات الجديدة للأسبوع القادم، تحدي جارينا فري فاير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجائزة $1000، تحدي لعبة روكت ليج بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجائزة $1000، تابعوا التحديات والبطولات بشكل مباشر على منصاتنا على تيك توك واليوتيوب كل يوم سبت. ونختمها بالفقرة الترفيهية، عنا الموهبة عبد العزيز طارق سلطان أو المرقب بـ ATS اللي هو مؤلف ومغني لأغاني الـ R&B. خلينا نستمتع مع بعض. I was so confused, didn't know what to do, but now that I'm with you feel so true. I just wanna please you, maybe even squeeze you, 'cause baby when I look around all I see is you. I was running away from myself, I couldn't even find anyone else, I just thought I was crazy. Yeah, coincidence made incidents, made me fall in love without no sense. Look what you made me. Yeah, yeah, the confidence and consciousness were things you built inside me, baby. Whoa, whoa. Oh, I'm so thankful. I'm so thankful.
through the darkness. I'm so light, I can't see me without you. I am the sky, I was so damn starless. You're a Gemini, help me pull through. Yeah, your beauty got me blind, a perfect masterpiece. You are one of a kind, you bring me peace. Never had a peace of mind, cause you're my stress release. You're my stress release, you're my stress release. Ooh, I'm so thankful. Ooh, I'm so thankful. Yeah, ooh, I'm so thankful. Going through things in my life, don't know what to do. Gonna keep on praying, yeah, I gotta make it through. Got a lot of pain that's collided, I'm gonna be okay, I'm surviving. Follow all your dreams, I keep smiling. Dear life, why you always keep me falling? You bring me down, now you want me crawling. I'll face my pain, watch me break through the walls. I'll be okay, yeah, yeah, after all. Keep on riding with me, I'm gonna be okay. You don't have to worry, no, no, no. I'm gonna face my fears, maybe shed some tears, but it'll never get me, no, 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 no. I'm in too deep, yeah, ambition I'm trying to seek, yeah. I'm pushing too hard in my life, it's alright. Trust me that it's a relief, yeah. They wanna keep me down, but look at me when I succeed. Don't mess with me, cause I'll never face defeat, yeah. Distant, getting away was my treatment. Commitment, the reason I don't need assistance. It's twisted, with my own thoughts I feel wicked. My heart is tainted, nobody can predict it. Keep on riding with me, I'm gonna be okay. You don't have to worry, no, no, no. I'm gonna face my fears, maybe shed some tears, but it'll never get me, no, 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 no. Feelings flow in my spirit, they tell me I'm gonna make it. It's okay, don't need nobody, just myself, I'll be a prodigy, yeah. Keep on riding with me, I'm gonna be okay. You don't have to worry, no, no, no. I'm gonna face my fears, maybe shed some tears, but it'll never get me. Keep on riding with me, I'm gonna be okay. You don't have to worry, no, no, no. I'm gonna face my fears, maybe shed some tears, but it'll never get me, no, no.